انا سعيد جدا حيت كنت مع الزياره لمدينه البصيره اللي هي كانت هي بحال شي منظومه ثقافيه متكامله وهي نموذج ديال هادشي اللي خصنا نديروه ونمشيو ليه في هذا البرنامج ديال قياده التنشيط ديال التنميه المحليه وديال السياحه وديال قطاع الثقافه الى اخره. بغيت نقول ايضا ان هنا في مدينة عسيرة كيتبين لنا أن الثقافة هي طاقة متجددة، هي بحال الشمس اللي كيمشي ليها كيدير واحد الخطوة نحو الثقافة كيلقى هذيك الطاقة ديال الشباب ديال المبدعين وديال الفنانين. ونقول أيضا أن الثقافة يمكن لها تكون هي الدواء، الدواء إن شاء الله ديال هاد داكشي كامل اللي فسدته كورونا، راه يمكن الثقافة تداويه. كما كيقولوا راه الثقافة هي الحب. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.